السلام عليكم ورحمة الله متابعينا الكرام، ورمضان كريم عليكم إن شاء الله. بالبداية اشتركوا فعل زر الجرس، وياكم قناة الوزن المثالي. إن شاء الله راح نتواصل وياكم بكل الفيديوهات بمواضيع تفيدكم إن شاء الله، وصفات للسمنة، وصفات للترشيق وللنحافة، وتمارين وكل ما يشمل صحة الجسم. اليوم ويانا وصفة للسمنة، هواية ديراسلوني ديشكون من النحافة الشديدة. عندنا وصفة جيدة جدا وراح تصعدك كل أسبوع فد وزن جيد ومقبول، وهي السمسم. ناخذ ملعقة كل ساعة من السمسم، إذا كان صيام من الفطور لحد وقت السحور كل ساعة ناخذ خاشوقة من السمسم، ملعقة من السمسم ناكلها. وهاي الملعقة إذا ما تقدر تتجرع الطعم مالته اخبط وياه عسل، عسل يكون عسل طبيعي، اخبط وياه عسل زين. وعندنا الشغلة الثانية انه الحلاوة الطحينية، الحلاوة الطحينية هي هم تزيد الوزن. وعندنا مثلا عندنا اكلات هاي تفتح الشهية مثل المخللات، الطرشي، عندنا المقبلات، هاي حاول تخلوها بوجباتكم وراح تصعدون فد صعود جدا جيد. واتمنى ان تكونون استفدتم من هاي، وان شاء الله جربوها وما راح تخسرون. مع تحياتي لكم.